السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم Triple Integrals in Cylindrical Coordinates. Okay, the cylindrical coordinates consist of r, theta, z of a point P in x, y, z space are shown geometrically in the following figure. بنلاحظ هون أنه the first two coordinates, r and theta, are the usually plane polar coordinates, except that r greater than or equal zero. إذن هون لما ننزل هذه النقطة r theta z, لما ننزل النقطة على ال xy plane, لاحظ أن ال r بتكون أكبر أو يساوي صفر. theta حتكون تنتمي للزيرو to pi. The third coordinate is the third rectangular coordinate z اللي بنعرفه سابقا. سابقا نعرف في rectangular coordinates انه في عندنا three spaces اللي هم coordinate surfaces بيكونوا x equal x naught, y equal y naught, and z equal z naught. بالآن في cylindrical coordinates r equals r naught راح يكون بهذا الشكل. theta equal theta naught راح يكون plane وراح يكون cylinder on plane. z equal z naught حيكون طبعا ال horizontal plane اللي يوازي xy plane. طيب احيانا لان كيف بدنا نكامل dv r theta z راح نضربها ب r dz dr d theta فقط. dx dy dz سابقا حصير r dz dr d theta. هلا اذا بتتذكروا كان عندنا زمان مكعبات صغيره تتحرك على x بصير عندي شريحه بعدين على y ثم على z. الشريحه الصغيره كان هناك متوازي مستطيلات هون حصير بهذا الشكل. لاحظ هذه dr اللي بحرك عليها بالسهم هون d theta وهون dz. إذا كان عندنا أحيانا التكامل صعب نوجده بالإكس والواي زد فراح نجعل بدل اف إكس واي زد مكان الإكس اف آر كوساين ثيتا مكان الواي آر ساين ثيتا والزد تبقى كما هي. دي في نضربها بآر فبصير آر دي زد دي آر دي ثيتا. نتذكر سابقا العلاقات إكس تساوي آر كوساين ثيتا واي تساوي آر ساين ثيتا وإكس تربيع plus x square plus y square equals r square. للتوضيح نبدأ بالأمثلة. Use the triple integration in cylindrical coordinates to find the volume of the solid G that is bounded above by the hemisphere z equals square root 25 minus x square minus y square and below by the xy plane and lateally by the cylinder x square plus y square equals 9. إذا لاحظ solid المجسم هنا من أعلى الهيمسفير x square plus y square plus z square equals 25 بصير z equals square 25 minus x square minus y square below xy plane من الجوانب اللي هي x square plus y square equals 9. دوائر فوق بعضها x square plus y square equals 9 مثلا دائره مركزها صفر وصفر بغض النظر عن ارتفاع z بهذا الشكل. بدنا نحسب الفوليوم. الفوليوم راح يكون حسب القواس السابقه هو هيك. ولكن حساب الفوليوم بالنسبه لحدود التكامل وجود الهيمسفير الدائره هذه الجانبيه السلندر بيقودنا ان نفكر نستخدم بالسلندر كوردينات. على كل حال حتى السؤال طالب يوز سلندريكال كوردينات فدي اكس دي واي دي زد حصير ار دي ثيتا دي زد. فحنشوف الان زد تتغير. طبعا لاحظ الحركة الشيء المجسم الصغير اللي حيتحرك هو هذا حيتحرك الآن هنا
زد تتغير. طبعا اول شيء الارضيه تذكروا هي هاي الدائره مركزها 0 0 ونصف قطرها 3، فهذا راح يتحرك الار من زي. اول شيء خلينا نحكي عن زد. زد راح تتحرك من الارضيه زد تساوي 0 الى اعلى حتى نصل لوين؟ لزد تساوي الجذر التربيعي ل 25 ناقص، هلا افتح قوس اكس تربيع زائد واي تربيع اللي هي ناقص ار تربيع. يعني نكتبها كله بعلاقه بين ار وثيتا. فالزد حتكون من الصفر للجذر التربيعي ل 25 ناقص ار تربيع. هلا بنيجي الارضيه، الارضيه ار تتغير من صفر الى 3 بحيث تتغير ثيتا من صفر حتى 2 باي. هذا هو التكامل. اذا ده ابر سيرفيس هيو، قلنا بيصير جذر 25 ناقص ار تربيع. هلا التكامل من صفر لجذر 25 ناقص ار تربيع، من صفر لثلاث، صفر لتو باي. دي في اصبحت ار دي زد دي ار دي ثيتا. كامل بالنسبه لزد، هذا يعتبر ثابت، هيك حيصير. هون نكامله بالتعويض للاخير، لعمليه سهله بيطلع الجواب معك الفوليوم بهذا الشكل. اوكي. مثال اخر. بدنا نحسب التكامل هذا. لاحظ الزد تتغير من صفر لتسعة ناقص اكس تربيع ناقص واي تربيع اللي هي هيمسفير من اعلى. هون الواي من سالب جذر تسعة ناقص اكس تربيع لجذر تسعة ناقص اكس تربيع. اذا هون على الدائرة من اسفل الى الاعلى الارضية. والدائرة طبعا مركزها 0 0 نصف قطرها 3 بحيث تتغير من سالب 3 الى 3. اذا واضح انه هون راح نستخدم افضل شيء كاسلوب السلندر. سلندريكال كوردينيت. هذا الشكل. لاحظ. 0. هون الزد. طبعا انا اسف اخطات هنا. ليست هيمسفير. 9 ناقص اكس تربيع ناقص واي تربيع هي هيك. ليست هيمسفير. اوكي. الان الارضيه واضح انها هي دائره. اكس تربيع بلس واي سكوير ايكوالز 9. اذا حدود التكامل حصير 0 ل 9 ناقص ار تربيع. الاكس تربيع بتصير ار كوساين ثيتا الكل تربيع. دي زد دي واي دي اكس حصير ار دي ار دي ار دي زد دي ار دي ثيتا. هلا ار تتغير من صفر الى الثلاث وثيتا تتغير من صفر ل 2 باي لانه كملنا الدائره كامله. نفس ما حكينا. طبعا فوق كانت الزد 9 ناقص ار تربيع اللي هي 9 ناقص اكس تربيع ناقص واي تربيع، فبدلناها ب 9 ناقص ار تربيع. انه ار تربيع تساوي اكس تربيع زائد واي تربيع. صارت الان عمليه حساب يعني هنا بالنسبه لزد ثابت. ار تربيع كوساين في ار في اللي هي ار تربيع كوساين تربيع ار تكييف كوساين تربيع ثيتا. كاملها بالنسبه للزد بتضربها 9 ناقص ار تربيع حيصير هيك. لهون ترجع تكاملها بالنسبه لثيتا. واضح هذا ثابت يعتبر بالنسبه لثيتا، لكن كوساين تربيع كنا نكاملها نقول نص في 1 زائد كوساين 2 ثيتا. تكامل 1 زائد كوساين 2 ثيتا اللي هي ثيتا زائد نص ساين 2 ثيتا من 0 ل 2 باي. ارجع عوض بصير يطلع معك هذه القيمه. الان كاملها بالنسبه لار 9 باي ار تكعيب اللي 9 باي على 4 ار قوى 4 ناقص باي على 6 ار قوى 6 من 0 الى 3 بتكون هذا النهج. مثال اخر
use cylindrical coordinates to find the volume of the solid T bounded above by the plane Z equals Y and below by the paraboloid Z equals X squared plus Y squared. Paraboloid. ونتذكر نكون متذكرين في المساق 201 رسمة البارابولويد Z تساوي Y بهذا الشكل. طبعا السؤال ملزمني بالسلندريكال كوردينيت. فلما بدنا نشوف الاسقاط على الارض، الارضيه اللي بدك تعمل عليها على اكس واي بلين اللي راح تصير بدلاله ار وثيتا ايش هي؟ اللي هي راح تكون تقاطع البارابولويد مع البلين. فلاحظ انه البارابولويد مثلا زد تساوي اكس تربيع بلس واي تربيع اللي هي زد تساوي ار تربيع. واي زد تساوي واي اللي هي زد تساوي ار ساين ثيتا. ساويهم بعضهم. ار مع ار بتروح بضل عندي ار تساوي ساين ثيتا. اذا الارضيه هي ار تساوي ساين ثيتا. كمان بنتذكر سابقا سيركل وذ بورد كوردينيت ار تساوي ساين ثيتا، نعرف في ال 102 كيف رسمه الار تساوي ساين ثيتا. اذا هاي الارضيه اللي بتكون ثيتا اكبر او يساوي صفر واقل او يساوي باي على المنطقه اللي ترسمها هاي من صفر لباي، اوكي، والار من صفر الى ساين ثيتا بحيث تتغير ثيتا من صفر الى باي. طيب الان لما تكامل بالنسبه لزد، لاحظ الجزء الاسفل هو زد تساوي واي. فزد تساوي واي اللي هي ار ساين ثيتا. لا سوري انا اسف، الان احنا بدنا نكامل بالنسبه لزد. بالنسبه لزد اوكي اللي هي نعم من الاسفل راح تكون ار ساين ثيتا، من اعلى هو البلين. انا اسف اللي تحت اللي هي ار تربيع، لانه اكس زد تساوي اكس تربيع زد واي تربيع، اللي من تحت هو واي البارابولويد، فاكس تربيع زد واي تربيع هي ار تربيع، من اعلى زد تساوي ار ساين ثيتا. اذا حدود التكامل لاحظ من ار تربيع لار ساين ثيتا، لانه البارابولويد بالاسفل والبارابولويد من اسفل معادلته زد تساوي ار تربيع، من اعلى زد تساوي واي اللي هي زد تساوي ار ساين ثيتا. هلا بالنسبه للارضيه قلنا الار من صفر لساين ثيتا بحيث تتغير ثيتا من صفر لباي، فبصير هذا التكامل. الان رجعنا حسابات، التكامل هذا ثابت بالنسبه لزد، اوكي، وهنا ترجع تكامل بالنسبة لآر، هذا كثير حدود يعتبر بالنسبة لآر، وأخيرا ترجع لتكامل ساين قوة 4 ثيتا. بتتذكر هون كيف كنت تكامل ساين قوة 4 ثيتا زمان؟ كنت تعملها مثلا أحد الطرق إنه ساين تربيع تربيع، ساين تربيع اللي هي النص في واحد ناقص كوساين ثيتا 2 ثيتا الكل تربيع، بعدين فك العبارة التربيعية، ترجع كوساين 2 تربيع كتربيع 2 ثيتا تعملها نص في واحد زائد كوساين 4 ثيتا. إذا هذا السؤال بيعلمنا أشياء كثير. وذكرنا باشياء سابقه ايضا. اوكي؟ كهوم ورك، اتمنى عليكم تحلوا هذا السؤال. بس هالمره بين زد يساوي اكس تربيع زد واي تربيع والزد تساوي اكس. هذا ما لدينا هذا اليوم. يعطيكم العافيه، لقاء يتجدد مع موضوع جديد المره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.